في التصويب في الكرات الثابتة والمتحركة. الثابتة والمتحركة. حاول من تاني. كعب رجل جميل. حركة من غير كرة معمولة كويسة من تورادو. ماركيز باص الأمامي أوفسايد من 4-5 أيام، لسه كرة في الملعب، مفيش أوفسايد. فرصة كبيرة، فرصة كبيرة، هدف أول. نعم هدف أول، عملوها عملوها بأقدام هرنانديز، سجلوها، مش ممكن. ضربوا خط الظهر الفرنسي ولم يكن هناك تسلل. هرنانديز البديل لاعب نادي تشيفاز المكسيكي يتقدم بأول الأهداف لمصلحة المكسيك. 1-0. نعم نعم، تقدم المنتخب المكسيكي وأحرز أول أهداف اللقاء بعد ضرب خط الظهر بشكل جميل، بعد ضرب خط الظهر من خلال تمريرة عميقة ثم الهروب المثالي في الوقت المثالي، وتحديدا بعد مرور 19 دقيقة من الشوط الثاني. لحظة خروج الكرة لم يكن هناك تسلل، الرجل بالرجل. نعم قد يكون هناك تمركز للجسم بوضع مش طبيعي، لكن في النهاية حكم المساعد الإيراني حسن كارمنيار على طول يشير باستمرار اللعب ومراوغة من خافير هرنانديز، ويراوغ حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريز، ويسجل أول أهداف اللقاء وأول أهداف المنتخب المكسيكي. نعم الديك يبحث عن الصياح، الديك يتمنى أن يرتاح، ولكن المكسيك تتقدم بأول أهداف اللقاء وفرحة الجماهير المكسيكية كبيرة. لم يسبق أن فازت المكسيك على فرنسا في كأس العالم. نعم في 30 فازت فرنسا بالأربعة، في 54 فازت فرنسا بالثلاثة، في 66 كان التعادل 1-1. هدف بيسجل بعد 19 دقيقة للبديل هرنانديز.